إذا لمناقشة تطورات النزاعات العشائرية في العراق في ظل تزايدها بعد أن طالت فئة الأطباء، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل. دكتور يحيى، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون تتزايد النزاعات العشائرية خاصة في الفترة الأخيرة، لكن اللافت أنها بدأت تطال فئة الأطباء، كيف تفسر ذلك دكتور؟ في غياب ضعف الحكومة وغياب أيضا أي قانون يحمي الأطباء أو يحمي السلم المجتمعي، فنتج هذا الاستهتار بحق سواء الأطباء، وإضافة إلى كثرة هذه النزاعات العشائرية، هذه العشائر التي امتلكت السلاح تحت مسمى ميليشيات وانتماء أبنائها إلى ميليشيات متحاربة بدأت بالسيطرة على أراضي الدولة وتتنافس على المزيد من المكاسب والأموال. كل ذلك أدى إلى هذه النزاعات تحت اسم العشيرة. لذلك بدأت بالفترة الأخيرة أيضا تطال قطاعات كثيرة، الأطباء، المدرسين، أي جهة تقف بوجه هذه الميليشيات أو تسعى لتنظيم نفسها أو قطاعها ترى أن الميليشيات تقوم بالاعتداء عليها تحت مسميات عشائرية وتحت حقوق عشائر وتحت حق هذا أو ذاك. لذلك ضعف الحكومة وعدم قيامها بسن قوانين رادعة بحق المعتدين على الأطباء أو على المواطنين الآخرين، كل ذلك أدى إلى تفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ ولربما تزداد سوءا في الأشهر أو السنوات القادمة. دكتور، تداعيات ذلك على المجتمع في ظل قرار الأطباء، يعني فرار الأطباء من أعمالهم وعياداتهم إثر الهجمات المتكررة عليهم، ما تداعيات ذلك؟ تداعيات ذلك أن هناك المواطن البسيط سوف لن يجد من يعالج مريضه أبدا. نعم. وهذا هو الذي قد رأيناه حقيقة في كثير من مدن العراق، حيث غادر الأطباء وغادر الأكاديميين وغادروا الكفاءات مناطقهم وتركوها للميليشيات التي تسعى بإجرامها بابتزاز بعض الأحيان الأطباء أو قتلهم أو اختطافهم. لذلك ليس لديهم أي حيلة سوى أن يغادروا مناطقهم إلى مناطق أكثر أماناً سواء في إقليم كردستان أو الخروج خارج العراق. دكتور، هل هناك دلالات على إغلاق العيادات وفرار الأطباء من المدن، خاصة كما شاهدنا فيديو لطبيب من محافظة ميسان يجرى تهديده من قبل العشائر، دلالات ذلك على مستقبل العراق المهني الطبي دكتور يحيى؟ حقيقة الآن يعني الطب في العراق أصبح يعني لا يمكن الوثوق به إلا من قبل يعني اضطرارا من قبل الأهالي الذين غير قادرين على الخروج من العراق باتجاه مستشفيات رصينة أو أطباء معروفين. الأطباء المعروفين يعني إلا قليلة تراهم في بغداد أو في بعض المحافظات. وعندما ترى هذا الطبيب الذي يهدد عشائريا ويقفل عيادته ويجعل هناك المئات من الذين كانوا يذهبون للتطبيب عنده أصبحوا الآن بلا إمكانية لا للذهاب إلى مناطق بعيدة عن مناطقهم إلى أطباء آخرين وغير قادرين على معالجة مرضاهم، هذا سينعكس حتما سلبا على أهالي هذه المناطق، ولربما سيقدم أطباء آخرين أيضا على إغلاق عياداتهم، وربما أن كثيرا من الأطباء من الخريجين الجدد أيضا سوف يغادرون هذه الأماكن بحثا عن أمان في ظل الوقوع تحت سطو هذه القوى الميليشياوية أو العشائرية التي تبتزهم وتهينهم دون وجود أي قانون أو سلطة تحميهم من شر هؤلاء. دكتور يحيى، بعد زيارة السوداني بساعات قليلة إلى محافظة ميسان
وحاولت تهدئة، ولكن اندلعت نزاعات عشائرية جديدة. هل نفهم من ذلك أن الدولة أصبحت غير قادرة على التحكم في النزاعات العشائرية؟ حتما الدولة هي عاجزة عن الوقوف بوجه هذه النزاعات. العشائر الآن تملك أسلحة متوسطة، وقسم من العشائر تملك حتى أسلحة ثقيلة، وقد أبت كثير من العشائر تسليم أسلحتها للجهات الأبنية أو للجيش. لذلك العشائر عندما تتنافس على شيء وتحدث صدام بينها، ترى أن الدولة تتفرج إلى حين انتهاء القتال فيما بينهم، لتقف لتصدر بيان أو لتشجب أو لتقول كذا وكذا دون وجود أي قانون أو قادة، ولا تقوم أيضا بمعاقبة من يسيء استخدام السلاح أو من يحمل السلاح المتوسط أو الثقيل. لذلك استفحل هذا الأمر وجعل من الحكومة أداة عاجزة عن تنفيذ قراراتها أو قوانينها إن وجدت، لأن أساسا لا يوجد أي قانون يحمي المواطنين، ولا يوجد قانون يمكن أن يردع هؤلاء المتخاصمين أو المتنازعين من بين العشائر. دكتور يحيى، ولكن الحكومة أعادت افتتاح عيادة الطبيب في محافظة ميسان بعد إغلاقها من قبل العشائر، هل هذا الإجراء كاف لتأمين الأطباء وبالتالي وقف هذه الظاهرة برأيكم؟ افتتاح هذه العيادة هو يعني غير، لا يمكن أن يكون دليلا على قوة الحكومة أو ردعها للمتجاوزين على الأطباء، وإنما يمكن أنهم قد ترجوا كما يقال باللغة العامية أولئك تلك العشيرة التي تهدد هذا الطبيب، ولكن من يحمي الأطباء الباقين؟ هذا هو ما يعرفه المجتمع، يعني المجتمع يعلم بأن الحكومة غير قادرة على فرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق لوجود الميليشيات ولوجود السلاح المنشلت بشكل كبير بيد العشائر التي تستخدمه لأغراض سلبية وليست إيجابية، وإنما من أجل فرض الأتاوات ومعاقبة الناس وضرب وإغلاق عيادات وضرب مدرسين. هذا هو الذي يجري وبشكل يومي في كل مدن العراق. دكتور يحيى، سريعا لو تفضلتم في ذلك، هل أن الحكومة غير قادرة أو أنها غير جادة في حصر السلاح بيد الدولة؟ هناك فرق بين الاثنين. غير قادرة نهائيا، لأن مراكز القوى قد تعددت، وإن القوى العشائرية والميليشياوية هي أقوى من أجهزة الدولة، لذلك هي غير قادرة. نعم. نهائيا. نعم. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم.